تخلص على طول مصعب الى بيدرو، بيلعب في العمق، كعب رجلي جميل من اكرم، بساطه سهوله انسيابيه، ثقه كبيره بيأدي بيها ابطال اسيا. عبد الكريم حسن احسن لاعب في اسيا، والعرضيه واول اهداف اللقاء. الله 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 الله، القائم القائم لبس اللون الاصفر. اي أيوة والله، شوف القائم لبس اللون الاصفر عمل ازاي بعد جمله تكتيكيه على اعلى مستوى. امال عايز تلعب ضد منتخب انت عمال تسجل هدف والثاني والثالث والرابع وتقول خلاص شكرا؟ لا، هي دي التحديات. الله على اللعب على المساحات. اكرم عفيف عدى ومر ويصوب من الجانبين. كريم بضياف، شوف الضغط القوي السريع، اختبار جميل على طول الى ايو، اندري ايو يقف على كورته كويس، لعيب موهوب، احذروه وراقبوه. لا 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 لا، خلينا نعيش المباراه لان المباراه تكتيكيا مهمه جدا في الملعب من الفريقين، والمهاره الحلوه موجوده. ادي استلام ثاني وتحضير جوردن ايو، جوردن ايو، جوردن ايو حافظ عليها وبالعرض، واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء. نعم 1-0 المنتخب الغاني. ادي الهجوم السريع اللي بقول لحضراتكم عليه، غيروا فلسفتهم، غيروا كورتهم، غيروا شكلهم، غيروا الستايل بتاعهم. عندهم القدره على التعامل مع اكثر شكل لتقديم افضل مضمون. نجحوا ان يجيبوا الجون ويسجلوا اول اهداف اللقاء. بص قطعوها، بص هنا الريتم السريع، بص 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 اهي، بص السرعة، بص السرعة، بص الاثنين اللي دخلوا منطقة الجزاء ثم على طول في المرمى والشباك مقطوعة ليكون إعلان عن أول أهداف اللقاء. الله الله الله، رغم وجود مصعب خضر في الرقابة، شوف 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 رقم 13 مع رقم 7، ومع ذلك رغم الرقابة لكنهم أقوياء شرسين، وهو ده الاحتكاك المطلوب. ربط الشبكة من وراء، بخصوص الشبكة بالمناسبة، شبكة المرمى اللي حضراتكم شايفينها دي، الشبكة بدأت تتحط في المرمى سنة 1891. تاني على طول مضغوط بشكل كويس، اللعبة اللي فاتت من جودوين مانسا، جودوين هتاخد تحضير تاني، قد يصوب قد يصوب يصوب، ولكن عالية إلى ضربة المرمى. تاني تحضير على طول، أكرم عفيف رجع في الوقت المناسب وعمل استحواذ وضغط ممتاز، حكم اللقاء يقول العب، فارق قوة مش أكتر. برافو الحكم، قريب من اللعبة تماما. ألكسندر جيكو ترجع تاني على طول برجله الشمال، محاولة مرور بشكل كويس. يا ولد يا ولد يا ولد، عفريت 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 من عفريت الكورة بعرض الملعب تاني. بقول لكم برازيل برازيل افريقيا، تصويبة تاني لكن إلى ضربة المرمى. يعني غانا في لما راحت كأس العالم في 2000، الجميل لما تشوفه تقول ده ستايل برشلونة مثلا، حتى لو غيروا التيشيرت. انطلاقه كيمو، فرصه كيمو، فرصه كيمو، لا 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 لا، التعادل 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 التعادل. الله 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 الله، هداف اسيا الاول يحرز الهدف الاول. لا 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 لا، هداف يا ولدي، هداف في اسيا وهداف ضد فرق افريقيا ايضا، وليس فقط ضد فرق اسيا. عملها عملها المعز ونجح في الضغط الجميل والاستحواذ والاستخلاص ويسجل هدف التعادل. بص هنا الوقوف على خط واحد، توقيت القرار، توقيت الباص العميق اللي اتعمل، عدى ومر وفات، انطلق وبمرور رائع بعد ذلك شاط. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك، من خوخي يا ابو علام. نعم متشفرة والله، وكأنها متشفرة على اقدام المعز علي ليسجل اول اهداف العنابي 1-1. نهاية روعة، نهاية روعة للشوط. احتفظت بفلسفتك، احتفظت باستراتيجيتك. شوف حط جسمه ازاي تحت ضغط، تاني على طول. خلي بالك حكم اللقاء رافع الرايه، ولا بقول ايه؟ لا بقول العب. صافره نهايه احداث شوط اول النهارده. عجبني اكرم قوي قوي في تحركاته الحقيقه، حسب تحركات المعز. وادي الضغط العالي القوي جدا، ادي بارتي بارتي بارتي، قد يصوب قد يصوب يصوب. يا ولد يا ولد، يا سلام يا سلام يا سعد. مع بدايه الشوط الثاني ادي التصويبه القويه، ولكن سعد الدوسري يتصدى ببراعه. كويس برضو ان هي ما راحتش يمين ولا شمال، كويس انها راحت في المكان اللي هو واقف فيه. تاني على طول بعرض الملعب. طب وبعدين طب وبعدين طب وبعدين؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. القائم والعارضه، العارضه تنضم لحزب المعارضه وتعارض. بدايه قوه، اثاره، رغبه كبيره. بص 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 بص، يا سلام يا بدرو، يا سلام يا بدرو. والتصويبه 2 متر 44 سنتي. الحمد لله ان العارضه الومنيوم، طبعا مش ضربه جزاء، وضع ايده كان طبيعي في الارض فبتبان قوي. تاني تاني تاني، طب وبعدين طب وبعدين؟ يا سلام يا سعد، يا سلام يا سعد، عظيم يا ولدي، عظيم يا ولدي على مرتين. وجوردي ايو لازم بتعلى وبتروح الى اقصى اليمين،
واحده من الافكار اللي كان بيشتغل بيها العنابي. وادي السرعه، انطلاقه، فرصه هدف ثاني ولا ايه؟ لا 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 راحت ضاعت. احمد علاء اقصى اليمين على طول، ادي 2 على 1 2 على 1. خلي بالك العرضيه الرقابه مهمه، مين على الايمن القريب، مين على الايمن القريب، ادي الايمن القريب، هو ده الكلام. خلي بالك خلي بالك يا ولدي، اوفسايد اوفسايد يا سيدي اوفسايد يا سيدي. الحكم حسب هدف، الحكم حسب هدف، الهدف الثاني لاندري ايو. لم يكن متسلل، كان هناك اعتقاد انه متسلل لكن لم يكن هناك تسلل، ليتقدم المنتخب الغاني بثاني اهداف اللقاء. الكل بيبص للحكم المساعد، ما فيش فار، ما فيش خدمة الفار يبدو ذلك، أو ده الطبيعي. لكن أوفسايد ولا لا هنشوف. نرجع لأيام ما قبل الفار بقى وحسابات ما قبل الفار. أدي الكرة العرضية، خط الظهر هيطلع بالكامل، هيطلع بالكامل، هيطلع بالكامل. عبد الكريم حسن هو اللي مغطي الأوفسايد. هدف صحيح 100% لصالح المنتخب الغاني، يسجل أندري آيو. 2-1. عبد الكريم حسن طلع متأخر، استلم برجله اليمين رغم انه اشول، وبهدوء وبثقة حطها على يمين حارس المرمى محمد البكري، ليتقدم أندري آيو. وانماط بدنية مختلفة وشخصيات مختلفة، ودي عظمة احتكاك العنابي الحقيقة بكوبا امريكا. ادي انطلاقة تاني، فرصة، هدف ثالث ولا ايه؟ هدف ثالث ولا ايه؟ نعم هدف ثالث، نعم هدف ثالث، بروعة واداء جميل جميل جميل. جودوين منسا ينجح تماما الفريق الغاني من خلال صامويل اوسو في احراز الهدف الثالث، ولم يكن هناك تسلل، لم يكن هناك تسلل. صامويل اوسو لاعب اللي قلت لحضراتكم بيلعب في السعوديه في نادي الفيحاء السعودي، لعيب عنده 24 سنه، ضرب خط الظهر تماما اهو حضراتكم، بص ناحيه الشمال، نزل عشان ما يبقاش اوف سايد، وعمل سبيد ترن جميل في توقيت مناسب. ولو طلع عبد الكريم حسن خطوه واحده فقط كان خلاه في الاوفسايد، الولد كمل بشكل جميل واتعمل له باص حلو، نفس الفكره بتاعت هدف منتخب قطر في الشوط الاول، بس الثانيه من العمق ودي من على الخط، اتعملت حلوه قوي الحقيقه اللعبه اللي فاتت، ونجحوا ان هم يسجلوا الهدف الثالث. تصبح النتيجه 3-1. مين اللي عمل الباص؟ توماس بارتي لاعب ارسنال ولاعب اتلتيكو مدريد. 3-1. وهي جاية محضرين هيعملوا ايه؟ خطوط اللي بالعرض وبالطول بتدي فرصة لاستمرارية الهجمة، من اهم العناصر استمرار الهجمة. تاني تحضير عميقة، فرصة الهدف الرابع ولا ايه؟ عايزين يجيبوا الهدف الرابع، خطرين جدا، اشتغل بعرض الملعب الى ضربة المرمى، بل هدف، لا هدف، هدف رابع، هدف رابع بسهولة جدا جدا جدا. يسجل الفريق الغاني الهدف الرابع. جوردي ايو واندري ايو وابناء عبيدي بيليه يتألقون ويبدعون. مش محظوظ محمد البكري حارس المرمى الحقيقه. ادي هنا مفيش اوفسايد، عدى بشكل كويس، اشتغل بعرض الملعب فعلا فعلا بهدوء قوي قوي. اندري ايو يسجل الهدف الثاني. شوف تمريره عائليه، الجينات الجينات لعبت دور كبير فيها، في الدقه، في التوقيت، في المكان. شوف بعد كل ده باصص يا جماعه، وشايف يعني بعد كل ده عنده من الهدوء والثقه انه يعملها تشيب، وهو باصص ازاي بعد تمريره محمد يعقوبو وتحرك جوردان ايو بشكل كويس. وكان ذكي الحقيقه اللاعب اندري ايو، واقف على القائم البعيد بدون رقابه ليسجل ثاني اهدافه من رابع اهداف المنتخب الغاني. 4-1. عمل معسكر الحقيقة كويس، ودي تاني مباراة دولية بيلعبها، بيستفيد بفترة السماح ب اللعب تاني على طول من جديد. هذه العرضية تاني عالية فوق، والهدف الخامس، الهدف الخامس، 5 أهداف. لاعب رقم 13 اللي لسه نازل حالا يعقوبيان، لاعب ترابزون سبورت، يسجل 5 الأهداف. اللي بيرفع بيرفع براحته، واللي بيسجل بيسجل براحته. لا يجوز، لا يجوز، دخلنا في مرحلة اللا يجوز. أبو بص بص، خط الظهر موجودين لكن ما بنراقبش، ما فيش ضغط كويس. شوف سايبين اسماعيل محمد، ما راحش ضغط، ساب الراجل يرفع براحته، واللي بيلعب بيلعب بدماغه. لاعب رقم 13 يعقوبيان الحقيقة يسجل الهدف الخامس. 5 أهداف مقابل هدف. الشوط الأول كان فيه تماسك، الشوط الثاني بدايته جيدة. إصابة سعد الدوسري الحقيقة فرقت كتير في استقرار اللاعبين وخوف اللاعبين الحقيقة، برضو تشعر بشيء من الخوف حصل أو حدث.
بعض التبديلات بأدوار هجومية لم تؤدي لا الدور الهجومي ولا الدور الدفاعي، ودي الحاجات اللي احنا بنقول لحضراتكم عليها في مسألة التسلل. كل دي أمور لابد من مناقشتها وعلاجها، هل في أوفسايد ولا لا؟ أدي بعرض الملعب يا ولد يا ولد يا ولد، أحمد علاء يهدر فرصة هدف تاني. خسارة يا أبو حميد، اتعملت حلوة قوي من ناحية اليمين الحقيقة، ولم يكن هناك تسلل، راحت لأحمد علاء وبرجله الشمال الحقيقة، ولكن خارج القائم الأيسر، راحت على شماله برضه، هو مش أشول 100%، لكن فتح رجله أكتر من لازم.